بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. المسلم ينبغي أن يوالي في الله وأن يعادي في الله، فكل مسلم ولي لكل مسلم، وبالضرورة لا بد أن يكون عدي لأعداء الله تبارك وتعالى، فكل عدو لله تبارك وتعالى ينبغي أن يتبرأ منه. آخر مقال للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق رحمه الله بعنوان السلام مع اليهود خطة لانتزاع الإسلام من جذوره، وذلك أن الله سبحانه هو الذي سلط رسوله على اليهود لإخراجهم من أرض العرب، كما قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهود واعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، صحيح البخاري. وقال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول الآية. فسمى الله سبحانه وتعالى ما أخذه المسلمون من اليهود أرضا وأموالا فيئا، والفيء هو الرجوع، وذلك أن هذه الأرض رجعت إلى ملاكها الحقيقيين، فإن الأرض يورثها الله الصالحين من عباده، كما قال سبحانه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وأما الكافر فلا حق له فيها. وفي الأحزاب جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن ربك يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة. وصلى النبي الظهر وقال للمسلمين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلهم على حكمه، وقال تعالى وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. ولما رجع النبي من الحديبية أمره الله بالتوجه إلى خيبر لتكون غنيمة للذين بايعوه على الموت تحت الشجرة، وقال تعالى
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. الآية. ولما فتح النبي خيبر عنوة كانت أرضا وأموالا للغانمين، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على أن يمكثوا فيها ليزرعوها للمسلمين على النصف، وقال لهم النبي: نقركم فيها ما شئنا ونخرجكم منها إذا شئنا. ثم قال النبي قبل موته صلى الله عليه وسلم: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، ولا يبقى في جزيرة العرب دينان. وفتح الجزيرة اليوم لليهود يطالبون بما يسمونه تعويضا عن أرضهم وديارهم التي أخرجوا منها، إقرارهم على هذا كفر بالإسلام، واتهام لله ورسوله بالظلم والعدوان، وتكذيب لهذا القرآن. ولذلك ستكون خطة السلام مع اليهود المتضمنة مثل هذه البنود أو تمهيدا لها كفر بالله وبرسوله وبدينه، فاعتبروا يا أولي الأبصار. سلام سلام كمسك الختام. سميت هذه الأمة بهذه التسمية الشريفة التي فيها معنى الدين الحق، الإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى والطاعة والانقياد، وهذا اسم شريف ينبغي أن نتمسك به. فذلة العالم أو خطأ العالم أو خطيئة العالم أكبر من خطيئة الجاهل، حتى ولها أكثر. نريد حراسة لهذا الدين في هذا الوقت، قيام بهذا الدين وحراسة له. كلما ارتقى الإنسان في العلم تصير مصيبته إذا وقع أكبر من مصيبة يعني العام. نحتاج إلى حراس لهذا الدين يحرسوا حدود الدين من هؤلاء الذين تطاولوا عليه وانتهكوه من كل جانب. وبرهان الإيمان هو الحب في الله والبغض في الله، أن أحب لله وأبغض لله، فهذا هو المؤمن على الحقيقة. سلام سلام كمسك الختام. تابعونا على فيسبوك وإنستغرام وتليجرام، الروابط كلها تحت الفيديو. اشترك في القناة بالضغط على الدائرة اللي في النص، وشوف كمان فيديوهاتنا اللي فاتت، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.